شيخ يرجحن وهنا حلقة شيخ يرجحن يضرب النوبة ضربا فتئن وترن ثم ترفض هديرا أو تجن الله 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 شيخ يرجحن وهنا حلقة شيخ يرجحن يضرب النوبة ضربا فتئن وترن ثم ترفض هديرا أو تجن الله 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 طبول فارخات في الغبار من حواليها طبول فارخات في الغبار حولها الحلقة ماجد في مداري نقزت من الليالي تحت رايات طوالي كسفين ذي سواري كسفين ذي سواري في عباب كالجبال ليلة اهلا بجديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق وفي عبق بلاد النبي المصطفى عليه افضل الصلاه والتسليم اللي شهدت كل الميادين والساحات والباحات مظاهر مختلفه للاحتفاء بمولده عليه افضل الصلاه والتسليم. الكل خرج احتفاء والكل احتفى بشكله الخاص وبما يريد من خلال ترتيل القرآن الكريم، مواكب العلوم الدينية والتثقيفية وما إلى ذلك من أشكال الاحتفاء بميلاد المصطفى، وكنا حاضرين دائما في كل الساحات والميادين رصدا لذلك عبر كاميرا صباح الشروق. كان لاحتفالات المولد النبوي الشريف هذا العام طعم خاص كعادة أهل السودان الذين يتميزون بحبهم وتعظيمهم لقدر النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فمشاهد الاحتفالات دالة على عظمة المحتفى به وعظمة الأيام المباركات لمولده صلى الله عليه وسلم. فمنذ اليوم الأول من ربيع الأول أشرقت أنوار الهدى وعمت ساحات المولد النبوي الشريف في كل مكان من مدن السودان، فنجد الطرق الصوفية تتوحد على اختلافها في نصب سرادق الاحتفالات وتنتظم في موقف بهيج في حلقات الذكر، فنجد الطريقة القادرية والتجانية والبرهانية والمكاشفية والطريقة الأحمدية وغيرهم يحرصون على الحضور نساء ورجالا وأطفالا احتفالا واحتفاء بمولده العظيم. ولأفراح وأنوار مشايخ مريدي وحباب الطرق الصوفية الذين جمعوا الناس على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتربية والإرشاد والسلوك القويم والتوادد والترحم، وعبق التصوف الإسلامي الذي عطر سماء الدنيا بالموالد والمواجد والإنشاد والمديح النبوي الشريف والسيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم.